اخبارنا هذا الصباح والافتاء ان شاء الله غدا الجمعه اول ايام شهر ربيع الاول لعام 1440 هجريا. استطلاع دار الافتاء المصريه هلال شهر ربيع الاول لعام 1440 هجريا بعد غروب شمس امس الاربعاء بواسطه اللجان الشرعيه والعلميه المنتشره في انحاء جمهوريه مصر العربيه، وتحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤيه البصريه الشرعيه الصحيحه عدم ثبوت رؤيه هلال شهر ربيع الاول لعام 1440 بالعين المجرده. وعلى ذلك اعلنت دار الافتاء المصريه ان اليوم الخميس الموافق 8 من شهر نوفمبر لعام 2018 ميلاديا هو المتمم لشهر صفر 1440 هجريا، وان بكره الجمعه ان شاء الله هو اول ايام شهر ربيع الاول لعام 1440 هجريا، والمولد النبوي باذن الله يوم الثلاث 12 ربيع الاول الموافق 20 نوفمبر الجاري. وطبعا بهذه المناسبة الكريمة تتقدم أسرة برنامج نهاية الأسبوع بخالص التحية للشعب المصري الكريم وكل شعوب الدول العربية والإسلامية، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا وعلينا جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام. كل سنة وإحنا دايما طيبين وفي سلام وفي خير.